النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات، مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا متابعي تقصي العرب الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وصحة. نستعرض معكم الآن آخر توقعات وآخر تحديثات الحالة الجوية خلال الأيام القادمة. متوقع أن تستمر درجات الحرارة خلال اليومين القادمين دون معدلاتها المفترضة في مثل هذا الوقت من العام، ما بين 2 إلى 4 درجات مئوية، وبالتالي توقعات بأن تستمر الأجواء صيفية معتدلة مع ساعات النهار، تكون الأجواء لطيفة رطبة مع ساعات الليل حتى تتحول إلى مائلة إلى البرودة مع ساعات الليل المتأخرة في العديد من المناطق بما فيها العاصمة عمان. توقعات بعودة درجات الحرارة إلى الارتفاع اعتبارا من يوم الخميس القادم وخلال الأيام التالية، أي عطلة نهاية الأسبوع القادمة والأسبوع القادم، ويكون هذا الارتفاع حينها واضحا وملموسا مقارنة بالفترة الحالية، وعودة للأجواء الحارة نسبيا مقارنة بهذه الأيام. نعود معكم الآن لاستعراض درجات حارة المتوقعة الليلة القادمة في العاصمة عمان. 19 درجة مئوية هي الحارة الصغرى المتوقعة، تكون أقل من ذلك صوب مرتفعات العاصمة عمان وصوب أجزاء من المناطق الجنوبية في محافظة العاصمة. كذلك الحال نسب رطوبة مرتفعة تقارب حاجز 70% أو 75% في العديد من مناطق العاصمة. توقعات أيضا بارتفاع نسب الرطوبة خلال الليالي القادمة، تحول الأجواء بشكل لافت إلى رطبة، نسب الرطوبة تتجاوز حاجة 90% خلال الليالي القليلة القادمة مع ظهور السحب المنخفضة. أيضا توقعات بأن تكون درجات حارة دون حاجز 30 درجة مئوية خلال اليومين القادمين، في حين يطرأ عليها ارتفاع اعتبارا من يوم الخميس كما هو مشاهد، ويكون هذا الارتفاع واضحا وملموسا كما تحدثنا اعتبارا من يوم الجمعة وخلال الأسبوع القادم، لتتحول الأجواء إلى حارة مقارنة بالأيام الحالية. كان كل ذلك حتى اللحظة. إلى اللقاء.